لا كنظن ما كاينش الفوارق، فريق الوداد الرياضي ديما في المستوى، الا مر كيمرر من واحد المرحله فراغ اللي بسيطه. الحمد لله الفريق هو غادي بواحد المستوى التصاعدي، كنطلبوا ان شاء الله باش يبقاو غاديين في هاد الانتصارات هادو ويرجعوا الانتصارات تبع عصبه الابطال ان شاء الله. الى شي من قبل في عصبه الابطال ديال 2017 كنا خصنا ننتصروا ثلاث انتصارات متابعين باش نتاهلوا، وانتصرناهم وفي الاخر فزنا بعصبه الابطال. الكره هذه كلشي باقي ملعوب فيها، واحد الفريق باقي ما تقساش، غيبقى لاعب على كاع الحظوظ ديالو ان شاء الله. انا كنظن شوف الجماهير ديال فريق الوداد ما غاديش تسناني انا اللي غادي نقول لهم زعما اشنو الدور اللي خصهم يديروا، ما عارف شنو اللي خصهم يديروا صراحه. ما عمرهم ما بخلوا على الفريق ديالهم، كلشي كيمشي كلشي كيبقى، اي واحد كيمشي للجمهور ولا كيبقى في البلاصه ديالو، والوداد هي اللي كتبقى في البلاصه ديالها. الجمهور الحمد لله هو جاينا من مدينه المحمديه كيساند الفريق ديالو. انا كنظن غير واحد جوج انتصارات ولا ثلاثه متابعين فريق يرجع سكه الانتصارات ديالو. فريق الوداد فريق كبير، انا كنظن هاد المرحله كتسمى غير مرحله فراغ اللي ما جاوش واحد النتائج. اما الفريق الله دابا واحد شهر ولا شهر ونص باش يلعب فينال ديال السوبر كوب، باش يلعب فينال السوبر كوب راه ماشي شي حاجه اللي سهله. كانوا فيها العمالقه ديال الكره الافريقيه هما اللي كانوا فيه، وعلى جزئيات بسيطه الفريق باش خسر. الحمد لله اللاعبين كلهم من فريق الوداد لاعبين في المستوى ان شاء الله. لهاد الناس اللي كيسيروا دابا نيت في فريق الوداد الرياضي تما راه فواحد المستوى اللي كبير، وعارفين المسؤوليه اللي عليهم، وحنا الهدف ديالنا هو فريق الوداد الرياضي يرجع لسكه انتصارات الالقاب ديالهم ان شاء الله. والحمد لله حنا هاد المجيه ديالنا حنا تقريبا ديما كنجيو للملعب باش نساندوا فريق الوداد الرياضي. هذه جات فرصه باش نجيو باش نساندوا فريق الوداد الرياضي، لان فريق الوداد الرياضي في هاد الازمه ديال النتائج اللي كنظن انها غتكون غير دايزه ان شاء الله. جاو كاع اللاعبين باش يساندوا الفريق ويساندوا اللاعبين. كنظن بان اللاعبين غادي يخرجوا من هاد الازمه ديال النتائج، ماشي شي حاجه اللي صعيبه عليهم، ديجا مروا منها، وغير ان شاء الله سكت انتصارات.